خليه في الغرف، ادخل في الغرف، ادخل في الغرف. ورا ورا ورا. يا الله يا الله. يا الله. ابعد يا الله. ابعد 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 ابعد. يا الله يا الله. يا الله. هيا هيا هيا. الاحتلال الاسرائيلي يا جماعه قصف المستشفى، الاحتلال الاسرائيلي قصف المستشفى القديم في المدفعيه. حاليا في شهداء واصابات داخل المستشفى ناصر في مدينه خان يونس جراء استهداف الاحتلال بشكل مباشر لاحدى غرف المرضى في مستشفى ناصر بقذيفة المدفعية. تعال اوديك على ستك. تعال خلاص. يلا خلاص كله. يلا عندك كل موقف، عندك المسؤول هنا. يلا واحد بس هنا. اسمي دنيا اياد ابو محسن، عمري 12 سنه. قصف دارنا. اول حاجه كنت نايمه، بابا كان نايم صحي. قمنا كنا ما عرفناش كيف قمنا. حضننا وماما حضنت اختي، ضلت اختي نعرفش وينها. فبعد هيك ما دريتش عن حنا. طبعا نزل علينا الصاروخ الثاني، تاني صاروخ اللي هو اللي نزل علينا ما عرفناش اشي. صحيت لقيت في عالم وناس وضواء وحجار، ولقيت بابا واختي، واختي قاعدة بتعيط. فلقيت هيك الحجار علي، نزلتهن. لقيت دم وقرف واشياء زي هيك، ولقيت بابا كمان كله دم من تحت ومن فوق ووجهه كله. ولقيت اختي كمان نفس الاشي، وكانت تعيط فقع من العياط. ما رضيتش تسكت، وفي زلمه شافها قالها، هي كانت بدها تقوم، قالت بدها تطلع، قالها اقعدي ما تقوميش. خافت عشان الناس اللي حواليها بتخاف. بعد هيك جابونا هنا على المستشفى، انا جابوني. مرت الايام، سألتهم عن بابا، قالوا لي أبوك عايش تحت. بعد هيك أجت ممرضة، طلعت، أجت جابت لي اللج، طلعت قالت لي الله يرحم أبوك. قلت لهم بابا ميت. قالت قالوا لي لا أبوك عايش. قلت لهم ضحكوا علي، ابو بابا ميت. قالوا لي ابوك ميت. وقعدنا نعيط بس. واللي راحوا منا ماما وبابا واخوي الصغير واختي الصغيره. ضل انا واخوي واختي. Thank you.
انه احلمي نفسي اكون دكتوره، اطلع دكتوره اعالج المرضى، ونفسي تخلص الحرب ترجعش تاني وما يكونش في يهود، ويسلم اطفالنا ويبعد عنهم كل اليهود وال هذا، والله يحميهم. نفسي اطلع برا اسافر اتعالج عشان رجلي ترجع تاني، ونمشي ونروح على المدارس ونشوف كل صحباتنا ومعلماتنا وقرايبنا ونطلع.